سيداتي والسادة، نشرة ظهيرة تأتيكم من التلفزيون المصري. في البداية مرحبا رغدة. أهلا بك محمد، وطاب أوقاتكم بكل خير. إلى التفاصيل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلت مصر مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة جنوب السودان، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في جنوب السودان. نتابع. في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. من ناحية أخرى، استقبلت مصر عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا والمقدمة كإهداء من الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع القاهرة وواشنطن واهتمام الولايات المتحدة بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة كورونا. في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمجابهة جائحة كورونا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإهداء جمهورية مصر العربية عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا عبارة عن معامل تحاليل واختبارات كورونا بمستلزماتهما، والمقدمة من الحكومة الأمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس. وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال كلمة أكد خلالها على الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مقدما الشكر على ذلك الإهداء الذي يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكي مع مصر، فيما أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تقديره الكامل للدور الذي تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة. ومن المقرر أن تنضم العيادتان في تبعيتهما إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا والتي تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره بمصر. والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الطبي بين الجانبين. يأتي ذلك تأكيدا على استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين ولتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا. حضر مراسم استقبال عدد من قادة القوات المسلحة. على هامش مشاركتي في منتدى داكار، التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس السنغالي ماكي سال، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناولت الرسالة سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. هذا وأكد شكري استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم للسنغال في ضوء الخبرات التي تتمتع بها مصر. كما عقد شكري على هامش فعاليات المنتدى جلسة مباحثات مع نظيرة السنغالية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس نتائج زيارة بيترو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا للقاهرة، مشيرا إلى أن الزيارة شهدت توافقا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة إسبانيا على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائي في جميع المجالات. من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي سن سنة حميدة بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكلية العسكرية وكلية الشرطة للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومي. وفيما يتعلق بفعالية قادرون باختلاف والتي أقيمت بحضور الرئيس السيسي، أكد مدبولي على أن التفاعل الإنساني للرئيس السيسي مع أبنائنا القادرين ترك أفضل الأثر في نفوسهم وأسرهم. وخلال الاجتماع استعرض دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات، كما عرض دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات. وفي هذا الصدد وجه مدبولي بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين لوضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقي اللقاح. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 1,200,000 خدمة طبية بالمجان لمنتفعي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وذلك من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بتنسيق مع جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. وأوضحت الصحة أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي البرنامج متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4,500 وحدة ومركز طبي و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي. هذا ويعد برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي الذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم ومستحقي دعم تكافل وأسرهم ومستحقي دعم كرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعاشي للأسر الرعاية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030. هذا وتواصل المراكز الطبية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باعتبار خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس. لمزيد من التفاصيل نطلع عليها من مركز التطعيم بأرض المعارض بمدينة نصر موفد أخبار مصر محمد حلمي. محمد أهلا بك، تفضل. بالفعل رغدة، أحدثك الآن من أرض المعارض بمدينة نصر. هذا اللجنة اللجان واحدة من 1,300 لجنة بمحافظات مصر كافة تحولت هنا لجان المركز بأرض المعارض التي تبلغ 96 لجنة تقدم كافة التطعيمات للمواطنين إلى خلية نحل من خلال إقبال المواطنين على هذه اللجان منذ الصباح الباكر وعلى مدار الساعة، بما يؤكد وعيهم الكامل بأهمية التطعيم ضد لقاح فيروس كورونا كأحد الإجراءات الاحترازية وخط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض بشكل قاطع. مع الدكتورة علا زيدان مدير مركز التطعيمات بأرض المعارض بمدينة نصر. يمكن دكتورة علا، احنا شايفين إقبال غير عادي من قبل المواطنين برغم تزايد عدد العيادات التي وصلت إلى أكثر من 96 عيادة بأرض المعارض. دي الحقيقة يا فندم، الحمد لله في إقبال شديد من الجماهير على التطعيمات وخصوصا بعد القرارات الأخيرة للدولة. فعلا احنا الحمد لله عندنا جميع أنواع التطعيمات متوفرة، عندنا اكتر من 96 عياده، في عندنا جونسون فايزر، دلوقتي بقى في فايزر لكبار فوق ال 18 وتحت 18 سنه، عندنا سينوفاك وسينوفارم واسترازينيكا. في برضو هنا استخراج الكيو ار كود للسفر وللداخلي. كل ده الحمد لله في اقبال شديد جدا عليهم زي ما حضرتك ذكرت. دكتورة علا، يمكن مع هذا الإقبال الشديد لكن احنا شايفين عملية في نظام، في اتباع إجراءات احترازية من قبل هنا القائمين على هذه اللجان. تمام يا فندم، احنا عندنا فعلا بنتبع كل الإجراءات الاحترازية وسياسات مكافحة العدوى، وفي إشراف كامل لفريق كامل من فريق مكافحة العدوى على العيادات وعلى الخروج والدخول وعلى البوابات، وبره كمان في تنبيهات شديدة ان يبقى في مسافات في ساحة الانتظار. طبعا مع الاقبال الشديد بنحاول بقدر الامكان ننفذ هذه التعليمات. يمكن شايفين في اجانب المعارض
العرض برضو مقبول. دي حقيقة يا فندم، الأجانب برضو كتير من الحالات بتجيلنا من الأجانب والعرب والجاليات الموجودة في الجمهورية، بيتلقوا الخدمة على أكمل وجه. يعني أؤكد لك يا رغدة، مع هذا الإقبال غير العادي من قبل المواطنين على لجان التطعيمات بلقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، إلا أن هناك قبول واستحسان انطباعات إيجابية لما يقدم لهم من تيسيرات لوجستية ميسرة خلال عمليات التطعيم، وعلى مدار الساعة يمكن بيتم العمل هنا منذ 9 صباحا وحتى 9 مساء لاستقبال كافة المواطنين لتقديم كافة التطعيمات لهم كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمواجهة هذا المرض بشكل واقعي. معك رغدة. شكرا لك محمد حلمي، منفذ أخبار مصر. جددت الصحة تأكيدها عدم رصد أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن. وفيما يخص التطعيمات باللقاحات المضادة لكورونا، أكدت الوزارة أنه تم تطعيم 47 مليون مواطن بالجرعتين الأولى والثانية، فضلا عن تطعيم أكثر من ربع مليون طفل. كما أكدت الصحة أنها تلقت حتى الآن تسجيل أكثر من نصف مليون طفل على مواقع الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة سيحصل عليها الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطقم الطبية وكبار السن بحد أدنى مرور 6 شهور على تلقي اللقاح، معلنة أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين لمن تلقوا اللقاحات في الفئات الأكثر عرضة للإصابة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة، وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 302,000 حالة من أصل أكثر من 364,000 حالة منذ بدء الجائحة بمصر. أفادت جامعة جون هوبكنز بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 266 مليونا، بينما تخطت حصيلة الوفيات حاجز 5 ملايين. أضافت جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 49 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الإصابات في الهند 64 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة. تعرض الميناء اللاذقي السوري لهجوم إسرائيلي فجر اليوم، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية. أوضحت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في الميناء الحيوي بهجوم صاروخي من اتجاه البحر المتوسط، مما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية من دون وقوع خسائر بشرية. كما أكدت الوكالة الرسمية أن الدفاعات السورية تصدت للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية. يعد ميناء اللاذقية هو الميناء الرئيسي الذي تتدفق من خلاله المواد الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى إلى سوريا، وهو قريب من قاعة حميميم الجوية السورية. أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدة مساندتها مجددا للمملكة فيما تتخذ من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة. في غضون ذلك، أعلن التحالف العربي في اليمن تنفيذ عملية قصف دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء أسفرت عن تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل العاصمة اليمنية. وأوضح التحالف أن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين من قبل المتمردين الحوثيين. يعقد اليوم الرئيسان الأمريكي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين محادثات عن الدائرة التلفزيونية المغلقة لبحث عدد من القضايا الخلافية بين البلدين، أبرزها التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا. وسبق البيت الأبيض المباحثات المرتقبة بالتأكيد أن بايدن سيشدد على هواجس الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، وسوف يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فيما أكد الكرملين أنه لا يتوقع
تحقيق أي اختراق في المباحثات المرتقبة، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها مؤسفة للغاية. ختام نشرة الظهيرة. سيدتي وسادة، في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. في أمان الله.